الأسود يخنق الاقتصاد والأبيض يقلم الرواتب ويستفز الأخضر. وأخيراً وصلنا لحرب الألوان المالية. الورقة البيضاء هيجت الورقة الخضراء، والخضراء دمرت الورقة الحمراء. ورقة الإصلاح أقلقت الدولار الأخضر وخلته ما مستقر، أما الدينار الأحمر فيتوسل بالبنك المركزي حتى يعينه، وبالتالي الفاس وقع براس المواطن سواء الموظف أو الكاسب. طيب إحنا وين رايحين؟ رايحين لنفق مظلم، لأنه بدورة الاقتصاد والمال كل شيء مترابط. انخفاض سعر النفط يسوي انخفاض بالإيرادات، وحتى نعالج الأزمة نروح نرتب ورقة إصلاح بيضاء من ضمن خططها رفع قيمة الدولار مقابل الدينار، والغرض تخفيض القيمة الحقيقية للرواتب. هنا المضاربين سال لعابهم واستثمروا القلق، والنتيجة صعد سعر الدولار وخوف العالم. ليش هذا كله؟ لأنه بالعراق اللي يتحكم بسعر صرف الدولار هو البنك المركزي. يومياً البنك يطرح عملة بسعر هو يحدده، ولأن أكو أزمة مالية خانقة فالورقة البيضاء اقترحت تخفيض قيمة الدينار برفع سعر الدولار. يعني إذا وصلنا ل150 ألف للمئة دولار راح نقلل من الإنفاق العام حوالي 20%، يعني نوفر ملياري دولار من الرواتب الكاسرة ظهر الميزانية بمجرد نشر الورقة البيضاء. علق الأخضر وصارت الورقة ب130 ألف وتخربطت أحوال الدينار. هنا اضطر البنك يطلع بيان تهدئة قال بيه إنه ماكو أي تغيير بسياسته، وسبب صعود الدولار هي المضاربات. البيان جاب نتيجة ورجع الدولار لقواعده يلهث، والدينار جر نفس وارتاح. مع هذا الموضوع مو بهالسهولة، وأبرة المهدئ اللي يزرقها البنك المركزي بعضلة السوق مؤقتة، وراح تفقد تأثيرها إذا ما انحلت الأزمة المالية، خصوصاً إنه أسعار النفط انخفضت اليوم، ووزير المالية نفسه رجع يقرأ اليتيمة قبل لا يسافر الباريس هو ومحافظ البنك المركزي. بيان الوزير الجديد دارب نفس الدائرة، عندنا تحديات اقتصادية ولازم نسوي خطط طويلة الأمد، والمهم أن تتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يخدم مصلحة البلد والمواطن. يعني يا برلمان قر قانون الاقتراض قبل لا نوقع من الطابق 20 وتتناثر أوراقنا البيض والخضر والحمر. لكن بيننا وبينكم كل هاي الدراما بشفة، واللي وصلنا عن مزاد العملة بشفة، اللي عرفناه ان هناك عملية فساد كبرى تجري يوميا بمزاد البنك، وكو فرق هائل بالمبلغ المعلن انه المبلغ المباع يتراوح بين 180 الى 190 مليون دولار، بينما اللي يطلع من البنك فعلياً أكثر بحوالي 20 إلى 30 مليون، وهذا المبلغ يخصص كاعتمادات غير الحوالة والنقد. ليش هذا المبلغ ما ينعلن؟ ومنو اللي يستفيد منه؟ يقال إن هناك شخصية واحدة مستفيدة، ما أريد نذكر اسمها، بل الأخطر من هاي أن هناك 7 تريليون دينار انطبعت بدون غطاء وبانتظار الموافقة حتى تضخ للسوق ولامتصاص العجز. وها
وهذا قرار خطير يهدد بانهيار العملة الوطنية. شنو الحل إذن؟ واقعاً ماكو حل. لا الوزارة والبنك المركزي يقدرون ينهون حرب الأخضر والأحمر، ولا الورقة البيضاء عدها عصا سحرية تقلب التراب ذهب وتخلصنا من الكارثة. وضعنا مخيف ودينا مغلولة وبانتظار معجزة. بزمن صار العقل والتخطيط هو المعجزة، واحنا والتخطيط شكو متزاعلين صار قرن. أهلا بكم.